هل مداخلته بعرض مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة للحق في المعلومة، سواء تلك الواردة ضمن دستور المملكة أم تلك الواردة ضمن قانون الوظيفة العمومية أو القانون الجنائي، مبينا في الوقت ذاته ذلك التناقض الوارد بين هذه النصوص، ضاربا بعض الأمثلة من داخل المغرب ومن خارجه عن كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالحصول عن المعلومات، خاصة تلك المعلومات التي تمس الأمن وحساسية الدول. فشكرا جزيلا له مرة أخرى.